استقبل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك كرازة المرقوصية في الكاتدرائية المرقوصية بالعباسية عددا من الآباء الأساقفة والكهنة وأعضاء مجالس الكنائس. جاء ذلك في إطار تقديم التهاني بمناسبة عيد ميلاد المجيد، حيث حرص البابا تودروس الثاني على مصافحتهم والتحدث معهم وتهنئتهم بالعيد. والأديان السماوية جاءت من أجل تهذيب حياة الإنسان ومن أجل حياته في الفضيلة ومن أجل أنه يعيش إنسانيته بطريقة صح. عشان كده الأديان لو ظهر فيها أي اختلافات، الاختلافات ده هي بطبيعة كل دين فيه كده، لكن الأديان بصفة عامة تتوافق على المبادئ الإنسانية والحياة البشر والمعاملات بين البشر وبين الإنسان في التربية، في الأخلاق، في النشأة، في الأمانة، في الإخلاص. كل دي مبادئ موجودة في كل الأديان، عشان كده الأديان تتوافق على هذه المبادئ الإنسانية والاجتماعية.